At this point, Your Excellencies, I would like to invite the topic of assisting. Excellence, Chairperson of the Peace and Security Council. In fact, Africa will remember the effective when all Africans identify with the EU agenda for sustainable development. In a context marked by deteriorating. في سياق يتسم بتدهور المشهد العام للسلام والأمن، تحتاج قاراتنا إلى دور أكبر للاتحاد الإفريقي لحل النزاعات. في نفس الوقت الذي يعرض فيه هذا الجهد على المستوى الدولي، يتوجب علينا دائما العمل على جعل التعددية أكثر فائدة لإفريقيا من خلال السعي على وضع حد لتهميش قاراتنا ضمن المنظومة الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. ولتحقيق هذا الهدف ليس لدينا خيار آخر سوى التحدث بصوت واحد وحاسم، سواء كان على المستوى المجلس الدولي أو مختلف الهيئات الدولية. في هذا السياق تستعد الجزائر إلى نيل عضوية في مجلس الأمن الدولي وتقديم مساهمتها باسم الاتحاد الإفريقي خلال فترة 2024-2025، وذلك بالتنسيق مع شركائه الأفارقة داخل المجلس ووفقا للقرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد الإفريقي. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشدد على امتنان عميق لدول أعضاء الاتحاد الإفريقي التي دعمت ترشيحنا، وأذكر بالتزامنا ببذل قصارى جهدنا للوفاء بالولاية القارية.